ازيكم شباب جامعة فاروس كلية صيدلة؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله الترم دوت هنبقى مع بعض في الميديسينال بلانتس، والترمات اللي بعدها هنبقى مع بعض في الفارماكوجنزي، سواء فارماكوجنزي 1 أو فارماكوجنزي 2. أنا عمر دياب، كنت معاكم في السيل بيولوجي الترم الأولاني، والحمد لله يعني في ناس كتيرة منكم قوي كلموني واتبسطوا من السيل بيولوجي، فدي حاجة تبسطني جدا 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 جدا، سواء كنت معايا في الكورس أو بتذاكر من ورقي. تاني حاجة يا شباب، عايز أعرفكم بس إن أنا بقالي الحمد لله 5 سنين بدرس المادة ديت، سواء في صيدلة اسكندرية، سواء كلاريكال أو جنرال، أو سواء كمان بدأتها في أكاديمي واديتها في علوم، اديتها في كلية التربية، فالحمد لله يعني عندي اكسبيرينس كويسة قوي مع النباتات بشكل عام. مبدئيا كده عايزين نتكلم ونعرف هو ايه هو علم الميديسينال بلانتس او علم الفارماكوجنزي. احنا القسم بتاعنا اسمه قسم الفارماكوجنزي. يعني ايه كلمه فارماكوجنزي؟ متقسمه لكلمتين. احنا من دلوقتي بقى كده عايزك تتعلم ان احنا نبقى بنتكلم لاتيني عادي. والله عادي جدا، هتتكلم لاتيني وهتعرف مصطلحات لاتيني كتير. كلمه فارماكوجنزي علم العقاقير، تعالى نكتب كده اهو فوق فارماكوجنزي، هو علم العقاقير. يعني ايه بقى عقار؟ يعني دواء، يعني دراج. احنا بقى كصيادله هدفنا الاساسي ان احنا نتعلم كل حاجه عن الدراج. الدراج دوت عايزك تكون عارف ان احنا كناس بتدرس فارماكوجنزي يقول لك يا عم ده علم ملوش لازمه، ده الناس قديمه. لا طبعا، يقول لك ايه اللي فات قديمه تاه. ليه؟ لان تقريبا وانت واقف في صيدليه سيادتك او واقف بتشتغل في صيدليه، هتلاقي ان تقريبا 70% ان ما كانش 90% من الادويه اللي موجوده في ظهرك كلها يا اما جايه من اصل صيدلي، من اصل اسف نباتي، يا اما هي اصلا نبات، ادويه عشبيه. تقول ايه ده؟ يعني احنا في الصيدليه واحنا عطارين في الصيدليه؟ اقول لك لا، احنا مش عطارين. الناس اللي عطارين ده بيقول لك ايه؟ والله انت هتاخد شويه من ده على شويه من ده. كلمه شويه دي مش معناها فارماسيوتيكال خالص، مش معناها صيدلي خالص. احنا بقى بنحسب الدوزج المخصوصه بتاعت الدواء المعين الهربل دوت. اقول لك والله انت لو خدت الدواء المعين دوت الهربل بالتركيز المعين ده بالدوز المعينه ديت كل فتره معينه بالتايمنج المعين ده للديوريشن المعينه دي هتخف. دوت بقى وظيفتنا احنا. ليه؟ لان مثلا زي ما قلت لك كده، هتلاقي تقريبا 90% من الادويه اللي في ظهرك اوريدي جايه من نبات. ده انت بتتكلم يعني جايه من النبات. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هدفي الاساسي في كل نبات ان انا شفت النبات دوت، والله النبات ده يجي منه انه يعالج كذا، ابدا اشتغل عليه، اخده وافصصه واطلع منه الماده الفعاله. الماده الفعاله اللي طلعتها منه ديت ابدا احطها في دواء، الدواء ده هو اللي هيعالج الانسان دوت، او اخد منه الماده الفعاله ابص عليها كده، والله انت ماده فعاله تنفعي زي ما انت، ولا لازم اغير فيكي صفات كيميائيه عشان الصفات الكيميائيه دي تبقى مناسبه لجسم الانسان، اقدر اعمل لها مانيبيوليشن، اقدر اعمل لها كلمه هناخدها كمان حبه كده اعرف اقول لك ان انا هعملها يا اما مانيبيوليشن يا اما موديفيكيشن. الموديفيكيشن ده عشان حاجتين، يا اما ازود الفاعليه بتاعت الاكتف كونستيتوانت اللي جاي من الدواء، ازود فاعليته واخليه يبقى شغال على الانسان احسن واحسن، يا اما اقلل السايد افكتس بتاعته، الاعراض الجانبيه بتاعته، بحيث الانسان يقدر ياخده ايه وهو مستريح كده، مش قلقان من اي اعراض جانبيه قويه. وخليك عارف برضو معلومه كده مني ليك، ان نو سايد افكت يبقى نو افكت. اوعى تبقى واقف في صيدليتك وتقول للمريض ده ملوش اي اعراض جانبيه، اعرف ان اللي بيقول لك ملوش اي اعراض جانبيه ده دكتور فطشه. ليه؟ لان زي ما كانوا مدرسينا ودكاترتنا الكبار يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا والله نو سايد افكت يبقى نو افكت. لو ما فيش اي سايد افكت للدواء دوت يبقى ملوش افكت اصلا، يبقى مش بيعالج حاجه اصلا. طيب انا مش عايز اطول عليكم، وعايز اختم بس الانترودكشن ديت ان انا عايز اقول لك هو ايه هو المرض اللي لغايه دلوقتي اول ما بنسمع اسمه بنتخض. الكانسر. ليه بنتخض؟ لان لحد النهارده مش لاقيين له علاج، وليه انواع كتيره. بس بفضل الله لقينا تقريبا ان 50% من ادويه، ودي الارقام دي مش ارقام انا مألفها، دي ارقام حقيقيه، 50% من ادويه الكانسر جايه من نبات. جايه من نبات، سواء جايه من نبات
بيور، يعني خدت الدواء دوت، خدت الاكتيف كونستيتوينت الماده الفعاله دي وحطيتها في دواء على طول، او عملت لها مانيبيوليشن وحطيتها في ايه، في دواء عشان اقلل السايد افكت او اعلي الافكاسي. يعني بشكل عام احنا عايزك تكون عارف ان الدراجز او البلانتس ار كلوز، مفاتيح فور نيو ثيرابيوتيك ايجنتس. دايما احب اقول لهم ان هم مفاتيح لنيو ثيرابيوتيك ايجنت، عارف اللي هو ايه، والله عندنا دواء جديده يا عالم، لا لا روحوا دوروا في النباتات. طالما عندنا مرض جديد، اسف، طالما عندنا مرض جديد اول حاجه بنروح نلجا ندور على علاج ليها النباتات. زي الكوفيد 19 اول حاجه بداوا يدوروا فيها هي الستارانايس. ليه؟ اليانسون النجمي، يانسون بس في هيئه نجمه، نجمه كده. لان قال لك ان لو مثلا لو تفتكروا H1N1 انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور كمان، السواين فلو والبيك فلو، الاثنين دول اول حاجه بدانا ندور فيها برضو كانت الستارانايس، وطلعنا من الستارانايس ماده فعاله اسمها الاوسيلتاميفير، وعدلنا فيها وحطيناها في دواء اسمه التامي فلو، عملنا منها سيمي سينثيتك برودكت اسمه الاوسيلتاميفير وحطناه في التامي فلو. يبقى احنا النباتات بشكل عام هي مصدر لاي دواء لمرض جديد او لمرض مستعصي علينا. يعني في ادويه مثلا شبه ادويه الضغط، شبه امراض الضغط، شبه امراض الـ 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 السكر، كل دي امراض مزمنه لغايه دلوقتي اي علاج بيطلع لها بيبقى ليه سايد افكتس. فلو في علاج طلع وليه سايد افكتس اكتر من الافكاسي اللي جايه لي منه، اكتر من الفاعليه اللي جايه لي منه، يبقى لا والله انا لازم ادور على علاج تاني او اوبشن تاني غير الحاجه اللي ليها سايد افكتس كتيره ديت. بروح ادور فين برضو للامراض المزمنه؟ اروح ادور في النباتات. يبقى لازم تكون عارف ان تقريبا اغلب الادويه اللي هتشوفها في حياتك يا اما هي ادويه نباتيه يا اما ادويه نباتيه بس متعدل عليها. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، عايزين نبدا في المنهج بتاعنا. وتعرف ان قسمنا هو اسمه قسم علم العقاقير، قسم العقاقير او قسم علم العقاقير. يعني ايه بقى فارماكوجنوزي؟ كلمه لاتيني متكونه من مقطعين، اول مقطع فارما، وفارما جايه من كلمه لاتيني اسمها فارماكون بمعنى دراج، دواء. وكوجنوزي جايه من كلمه لاتيني بمعنى جنوزس. يعني ايه جنوزس؟ يعني نوليدج. يبقى فارماكوجنوزي معناها ايه؟ معناها ذا نوليدج اوف اي دراج. تقول لي اي دراج؟ اقول لك اي دراج، بس اي دراج في انهي مرحله؟ النبات دوت انا ممكن اخده وهو لسه نبات وهو لسه كرود. تعال اكتب الكلمه ديت، كرود يعني ايه؟ كرود يعني كما وجد في الطبيعه. كرود يعني كما وجد في الطبيعه، يعني ما خدتوش وعملت له مانيبيوليشن، لا انا مجرد خدته وجففته بس، خدته وجففته فقط، ما عملتش حاجه ازيد من كده. طيب ممكن اخده وهو انا لسه وانا بعمله لسه فورميوليشن، يعني بعمله مثلا حقنه، بعمله امبول، بعمله تابلت، بعمله سيرب، بعمله سسبنشن. ده علم بس بيدرسه بقى مين؟ الفارماسيوتكس. الفارماسيوتكس قسم الفارماسيوتكس. طيب ممكن اخده وهو بيخش في بقي وبيشتغل في جسمي. العلم اللي بيدرس الدواء وهو بيشتغل في جسمي ده الفارماكولوجي مش الفارماكوجنوزي. ولو اننا هندخل الفارماكوجنوزي في الفارماكولوجي في الفارماكوجنوزي في شرحنا قدام عشان يبقى الموضوع ممتع اكتر. فاحنا بقى بنهتم مش بكل المراحل ديت، لا احنا بنهتم وهو لسه كرود وهو لسه نبته. يبقى انا الفارماكوجنوزي هو النوليدج اوف ذا دراج، امتى؟ لما يكون لسه كرود، يعني لسه ما عملتش فيه اي مرحله من مراحل البرودكشن. طيب ويقول لك ان الفارماكوجنوزي دوت ده الاولدست فورم اوف ميديسن، اقدم فورم للطب في الحياه. كان كل قريه كان بيبقى ليها مين؟ ليها الحكيم بتاعها كده، والله حكيم انا نفسي مسدود، يقوم جايب لك شويه اعشاب كده وطحنها وايه وحاططها في كيسه ويقول لك، ولا حاططها في كوبايه ويقول لك روح خدها لمده يومين، ادهنها على صدرك لمده 10 ايام واتعالج. كل دي كانت اصلها حاجات نباتيه، والحكيم ده كان بيوظفها ان هو يعمل لها انتر اكشن. طب هو الحكيم ده عارف منين؟
عرف من اجداده. طب واجداده عرفوا منين؟ من اجدادهم. يبقى حاجه متوارثه على مدار الاجيال. يعني الفارماكوجنزي دوت ده علم متوارث من زمان قوي. الهيربال ميديسن او الهيربال بريباريشن دي حاجه متوارثه من زمان قوي، فحاجه ليها تراست. يعني ايه بقى ليها تراست؟ يعني العلماء او القدماء زمان كانوا بيستخدموها وفضلوا يستخدموها على مدار السنين، وطالما حاجه فضلت تستخدم على مدار السنين يبقى معناها ان ليها فاعليه والسايد افكتس بتاعتها قليله. طبعا احنا ما بنعتمدش على الحاجات دي، فقط دلوقتي. الحاجات دي اسمها الطب المكمل او الطب، بلاش كلمه البديل، هي الطب المكمل او يقول لك الطب العشبي كمان. طيب يبقى الاولدست فورم اوف ميديسن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على كلمه الناتشرال سورسز. طب ليه ما قلتليش ان هي بتعتمد على البلانت فقط؟ اقول لك لا. يعني مثلا مثال على دواء جاي من نبات، اقول لك مثلا الهربانة. هربانة دوت، هربانة ده اسم دواء في حاجة اسمها الفينو جريك. ايه الفينو جريك ده؟ الحلبة. الهربانة ده اول لما الام يبقى فاضل لها اسبوع على الولادة، الدكتور بيكتب لها هربانة ويقول لها ما تاخدهاش قبل ما تولد، بتاخدها اول لما بتولد بعد الولاده. ليه؟ عشان الهربانه ده فيه فينو جريك، حلبه، والحلبه مدره للبن، بتزود اللبن عند الانثى فتخلي البيبي يرضع كويس، بالذات الستات اللي متوقع لها ان اللبن البريست بتاعها يكون قليل، فانا بزود البرودكشن بتاع الملك. بسبب ايه؟ بسبب الفينو جريك. على فكره الفينو جريك الحلبه ديت موجوده فين؟ موجوده في الـ في الـ في المغات. فعشان كده القدماء المصريين ايام زمان قوي كانت لما الست تبقى حامل كانوا يعملوا لها مغات. فضل الموضوع متوارث كتير سنين كتير ورا بعضه لحد ما وصل لنا احنا، فبقت بقى السبوع المشروب الرسمي بتاعه هو ايه؟ هو المغات. طب انا كراجل اروح السبوع اكل مغات ليه؟ انا بالنسبه لي انا كراجل انا اخد مغات ليه وتزود اللبن عندي؟ فيعني ايه؟ افتكرها كده. طيب انت قلت لي ان هي من ناتشرال سورسز شبه البلانت. طب ما انا ممكن اخدها من انيمال. تقول لي ايه ده؟ انت مش كويس، احنا مش فارماكوجنوزي؟ اقول لك ايوه احنا فارماكوجنوزي، هنهتم بالجزء بتاع البلانت، انما كلمه فارماكوجنوزي مش معناها ان هي جايه من بلانت فقط، ممكن تيجي من انيمال. شبه مثلا ايه؟ شبه الكوكس. ايه الكوكس؟ او نقول عليها الكوشينيل. ايه الكوشينيل ديت؟ الكوشينيل ديت نبته، او اسف مش ده، حيوان عباره عن حشر. الحشره ديت لونها احمر جدا، لونها كارمن كده، لون الكارمن الاحمر القرمزي دوت. لما حضرتك بتشرب عصير فراوله او لما حضرتك بتستخدم سيجنال او كلوز اب اللي ليه معجون، اللي هو معجون السنان اللي فيه الخط الاحمر دوت، او اي حاجه في الدنيا لونها احمر. ال 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 الجنود بتوع بريطانيا اللي بيلبسوا كده زي افارول كده لونه احمر وبرنيطه طويله لونها اسود، اللون الاحمر ده جاي من ايه؟ انك بتجيب الكوشينيل ديت وتطحنها، تعملها باودر، والباودر ده تدوبه في ميه، والميه وده هيتحول لايه؟ لناتشرال داي. يبقى انا حاجه كده استخدمتها بعد كده في اغراض كتيره جايه من انيمال. كمان ممكن تبقى جايه من مينرال. مينرال يعني ايه؟ يعني مثلا يا سيدي الستات، الستات اول لما بيعدوا المينوبوز سن الطمس، انقطاع الطمس، وانا لا احبذ نهائيا اللي هو ان يقول لك ده اسمه سن الياس، مفيش حاجه اسمها سن الياس. الستات اول لما بتعدي انقطاع الطمس تلاقيها ايه؟ بعدها بسنه سنتين اسرت. يعني ايه اسرت؟ يعني هو في 5 سم منها ضاعوا؟ اكيد لا. هي مثلا تلاقي الست 165 طولها، بعد انقطاع الطمس تلاقيها وصلت ل 163 162. طب ليه؟ لان الاستروجين والبروجستيرون، الاستروجين والبروجستيرون اللي كانوا بيطلعوا في الـ في الـ في, الـ في الدوره في البيريود بتاعتها الشهريه كانوا بيخليها تقف على حيلها. ايه اللي يخلي ماما تروح الشغل الصبح وبعدها ترجع تعمل لنا الاكل وتنزل لو عايز تشتغل شغل بالليل وترجع تعمل لنا العشاء وتنظف البيت؟ كل دي حاجات ربنا واهبها للست انها تقدر تعملها. ليه؟ بسبب وجود البيريد، الاستروجين والبروجستيرون. طب هي دلوقتي مينوبوزال وقفت، الاستروجين والبروجستيرون ليفلز وقعوا خالص، تعمل ايه الست ديت؟ بالظبط الاستروجين والبروجستيرون كانوا بيقووا البونز، يقووا البونز بتاعتها بحيث تبدا تفضل شايله المسلز اللي عليها ديت. دلوقتي البونز بتاعتها ضعفت بسبب وجود قله وجود الاستروجين والبروجستيرون. فايه الحل؟ الحل حاجه من اتنين، يا اما تدي لها استروجين وبروجستيرون من بره، يا اما تقولها البونز بتاعتها
عارف الست لما البونز بتاعتها تبقى ضعيفة الماسلز تحسها بقت تقيلة عليها، فالست لو واقفة كده فجأة تلاقيها اتنت كده، ففي 3 سم وقعوا، في 3 سم قلوا. يبقى انت محتاج تقوي البونز بتاعتها. بتقوي البونز بتاعتها ازاي؟ عن طريق الكالسيوم. الكالسيوم ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من المحار. الكالسيوم بنجيبه من المحار، حاجات مينرال، نجيب القشره بتاعت المحار من بره ونطحنها ونكبسها ونعملها في التابلت. الستات تبدا تاخده بعد المينوبوز، او على فكره بياخدوه على مدار عمرهم كله عشان لما يجي وقت المينوبوز حتى لو اتاخر او جه بدري انت لسه البونز بتاعتك ايه؟ قويه. طيب عشان ما اطولش عليكم ممكن كمان نكون واخدينه من فانجاي. انا كل ده ناتشرال سورسز، مفيش حاجه سنتيتك، مفيش حاجه مصنعه، كل دي حاجات ناتشرال. فانجاي شبه ايه مثلا؟ شبه البيني سيلين، اول انتيبيوتيك اخترع في التاريخ. البينيسيلين ده بيجي من ايه؟ من فطر اسمه بينيسيليام نوتاتم. ويقول لك الكسندر فليمنج اكتشف البينيسيلين ده بالصدفه. ازاي؟ كان سايب شويه عيش وسايب مزرعه بكتيريا جنبه وفاتح الشباك، الشباك جه اخذ الفنجاي، الهواء جاي من الشباك اخذ الفنجاي من على العيش ووقعه على فين؟ على مزرعه البكتيريا. المزرعه البكتيريا، البكتيريا اللي فيها كلها ماتت، فعرف ان اللي طار من العيش على مزرعه البكتيريا دوت ده فنجس، او برودكت من البرودكت بتاعت الفنجس بقى اللي طلعت واتنقلت ديت، كان اسمه ايه؟ سماه البينيسيلين. وده كان اول مضاد حيوي يكتشف في التاريخ، في التاريخ. بس خلي بالك اوعى تطلع البينيسيلين اللي موجود في الصيدليه من غير اختبار، واللي عايز يعرف الاختبار انت كده كده اصلا ما بتديش، المفروض ما تديش حقن في الصيدليه، بس اللي عايز يعرف الاختبار بيتعمل ازاي يكلمني وهبعته له في ايه؟ في فويس نوت على الواتساب على الرقم اللي موجود قدامك دوت، وموجود برده في الورق. حاجه كمان ناتشرال ممكن اخد منها دواء، المارينز. تسمعوا عن الاوميجا 3؟ الاوميجا 3 ده بناخده من الفيش، او مثلا الاوميجا 3 ده بيزود كفاءه البرين ويخليك مصحصح ومفوق والجوينتس بتاعتك، ويقلل الدهون الثلاثيه وحاجات كتير قوي. فحاجه مهمه جايه من المارينز، من السمك. الكود ليفر اويل، الكود ليفر اويل زيت كبد الحوت. والحوت ده مش الحوت الكبير على فكره، ده هي حوت صغنطط كده اسمه حوت الكود. زيت كبد الحوت ده بيستخدم في استخدامات كتيره قوي، مينلي في صناعه الصابون وحاجات تانية كتير يعني، برضه هو مفيد نيوتريشنال كمان. فدي كلها حاجات جايه من ناتشرال سورسز. طب هل انا بستخدم الفارماكوجنزي عشان ادرس ان كل نبته فيها الماده الفعاله المعينه ديت وبتعالج الدواء بتعالج المرض المعين ده بس كده فقط؟ لا، احنا بندرس كمان حاجه، بندرس الفارماكوجنزي عشان الفارماكوجنزي عباره عن اكتف كونستيتوينت، مواد فعاله واستخدامات يوزس، ومعاها تاني حاجه تانيه اسمها الكيو سي، كواليتي كنترول. وحضرتك احنا كل الكلام ده كنا بنتكلم مثلا وانت واقف في صيدليه، انما لو حضرتك مثلا واقف في معمل والمعمل ده جايب لك باودر، الباودر ده يا شباب مثلا بيقول لك ان انت جاي لك باودر نعناع، باودر اي نبته، ازاي اتعرف ان الباودر اللي انت جايبه لي دوت ده فعلا باودر نعناع؟ وانا واقف في المعمل كده وجاي لي عينه باودر، انا ازاي اعرف ان اللي انت جايبه لي ده باودر نعناع؟ ايه اللي ياكد لي؟ ايه وانا هاخد كلامك كده كتراست بدون ما اكد؟ لا طبعا. فلازم يبقى عندنا قسم في اي مصنع ادويه اسمه قسم الكواليتي كنترول، بيعمل ايه؟ بيعمل اوثنتيكيشن. يعني ايه بقى كلمه اوثنتيكيشن؟ بياكد ان النبته، ان الباودر اللي قدامي ده هو النبته اللي انا طالبها. عن طريق ايه؟ عن طريق مايكروسكوبيكال كاركترز، صفات بشوفها تحت الميكروسكوب، اشكال السيلز، اشكال الاستوماتا اللي هي الثغور، اشكال شعر هيرز هنشوفها ان شاء الله في العملي، او ماكروسكوبيكال. لو انت جايب لي النبته على حيلها، النبته ديت برضو الورقه بتاعتها بيبقى ليها شكل، الورقه بتاعتها يبقى ليها لون، الاستم يبقى ليه شكل، كل دي حاجات مدونه في حاجه اسمها دستور الادويه. انا ما بحفظهاش، انما انا بقارن الحاجه اللي جات لي في المعمل ديت بدستور الادويه. دستور الادويه ده اسمه ايه؟ اسمه الفارماكوبيا. الفارماكوبيا ده دستور الادويه. دستور الادويه ده بيبقى مكتوب فيه مثلا النعناع، النعناع الشكل الخارجي بتاعه فيه 1 2 3 4، طوله وعرضه وارتفاعه ولونه وكله. الباودر بتاعه لو جيت بصيت عليه تحت الميكروسكوب هلاقي فيه 1 2 3 4، فلما اقارن ده بده اعرف ان والله العظيم المايكروسكوبيك والماكروسكوبيك بتوعي ممتازين. اشوف الاكتف كونستيتوينت واليوزز، الاكتف كونستيتوينت بالتستات المعينه اللي هنعملها، كيميكال تيست بعد كده هنعملها ونتعرف عليها، او والله في اكتف كونستيتوينت، يبقى انت جايب لي نبته تمام زي الفل. طيب
العلم ده كده كله على بعضه يسمى تحت مسميات كتيره قوي، منها ان انا باخد حاجه اسمها فارماكوجنوز ديت، ادرس منها حاجه اسمها الميديسينال بلانتس اللي هي اسم الماده بتاعتنا. الميديسينال بلانتس ديت سواء استخدامها في الديفلوبد او الديفلوبنج كانتريز. يعني ايه الفرق بين ديفلوبد وديفلوبنج؟ ديفلوبنج يعني زي مصر كده لسه ايه بتشق طريقها في الديفلوبمنت في التطور، مصر السودان الدول العالم الثاني او الثالث. انما الديفلوبد كانتري هم دول العالم الاول. ايه دول العالم الاول دي؟ اللي هم اوريدي ذي ار ديفلوبد، شبه روسيا مثلا، شبه المانيا مثلا، مينلي المانيا، امريكا دي ديفلوبد كانتريز. انما احنا لسه ديفلوبنج، احنا لسه ديفلوبنج. طب هل احنا في مصر نستعمل الهيربال ميديسن؟ طبعا، انت لما بيتصدع بيتشرب شويه قهوه او شاي ده هيربال ميديسن. طب هل في روسيا، وهل في خلينا بقى المانيا، المانيا مع تطور العلم الكبير ده اكيد طبعا طبعا استغنوا عن الهربال ميديسن وبقوا يركزوا في الطب اللي هو الفارماسيوتيكال الحاجات المصنعه؟ قال لك لا، ده يقول لك ان تقريبا من كل 10 اطباء في المانيا في 7 لسه بيوصفوا هربال ريميديز، رقم مهول. 70% من الاطباء ده في قسم كده في كليه الطب بيدرس الهربال ميديسن. يبقى سواء ديفلوبد او ديفلوبينج الاثنين فيهم هيربال ميديسن. بستخدمها از هوم ريميدي في البيت لما بتكح، بتغلي ايه؟ تغلي اوراق جوافه او اوراق لبلاب، كل دي حاجات ايه؟ حاجات هيربال. او او تي سي اوفر ذا كاونتر دراج، حاجات تقدر تصرفها في الصيدليه بدون اشراف طبيب. شبه ايه؟ شبه مثلا زي ما حضرتك عارف في دواء اسمه كونجستال، دواء اسمه كومتريكس. كل الادويه ديت ايام زمان كنا نصرفها او تي سي. ليه؟ لان الادويه ديت فيها مثلا حاجه اسمها سودو افيدرين. السودو افيدرين ده بيطلع او تي سي، بيطلع او تي سي بدون اشراف طبيب لعلاج ادويه لعلاج اعراض البرد والاحتقان في المناخير. طب ايه هو السودو افيدرين ده؟ ده الايزومر بتاع الافيدرين. طب ايه هو السودو افيدرين او الافيدرين الاثنين مع بعض؟ دول مكونات فعاله موجوده في نبته اسمها الافيدرا، بتطلع او تي سي عادي جدا. طيب اغلب الـ 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 الادويه ديت موجوده فين؟ موجوده في التروبيكال كانتريز اللي هي الايه؟ مصر، السودان، الصومال، الحتت التروبيكال ديت. وقال لك ان تقريبا 25% من الادويه اللي موجوده في الكون كله، ده احصائيه قديمه بس شويه، قال لك 25% من الادويه اللي موجوده في الكون كله جايه من اصل نباتي، من اصل حاجه اسمها الهاير بلانتس. لان النباتات بشكل عام في منها النباتات الهاير والنباتات اللور. تقريبا 25% من الادويه اللي موجوده في الكون كله جايه من هاير بلانتس، سواء كانت في طريقه دايركت او اندايركت. ايه دايركت واندايركت؟ دايركت يعني خدت الاكتف كونستيتوانت حطيته في الماده في في في, في الدواء كماده فعاله، او اندايركت يعني جبت الاكتف كونستيتوانت غيرت فيه شويه وحطيته في ايه؟ في الدواء بتاعي. طيب ده كده بالنسبه للميديسينال بلانتس. الميديسينال بلانتس يدفعني اني ادرس نوع من العلم اسمه علم الهربال ميديسن، الطب العشبي، او يتقال عليه هربال ميديسن، هربال دراجز، هربال برودكتس، او يتقال عليه كلمه فايتو معناها نباتي. فبدل ما اقول هربال ميديسن اقول فايتو ميديسن، فايتو فارماسيوتيكال. فارماسيوتيكال جايه من كلمه دوائي. فايتو ثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك يعني ليه تاثير فعال. قبل ما اخده كنت تعبان، بعد ما خدته ما بقتش تعبان، يعني ليه تاثير قبل غير بعد. الهيربال ميديسن دوت ممكن يا سيدي يكون بلانت درايفد او بريباريشن. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ بلانت درايفد يعني خدت النبات كده زي ما هو، طحنته وحطيته ايه؟ وحطيته في الدواء بتاعي. او بريباريشن يعني جبت النبات عملت له اكستراكت للماده الفعاله اللي فيه، والماده الفعاله دي حطيتها في دواء. يعني يا اما احط النبات نفسه يا اما احط الماده الفعاله اللي جوه النبات. يا اما النبات ده يبقى ثيرابيوتيك علاجي، زي مثلا لما قلت لك اما بتكح بتغلي اوراق جوافه تهدي الكحه وتقلل البلغم. او يكون ليه بريفيشال اكشن، يعني نقول عليه كده بين قوسين، بدل ما اقول بريفيشال اقول حاجه اسمها ايه؟ بروفيلاكتيك. يعني ايه بروفيلاكتيك؟ يعني يا اما يعالج يا اما يقي يا اما يقلل الاعراض. يعني مثلا في فتره الكورونا كنا بناخد دواء من الماركت كده اسمه ايميولانت. ايميولانت ده لو بصيت جواه هتلاقي اغلبه
اغلب الاكتف كونسيوم حاجه اسمها اخنيسي. ايه الاخنيسي دي؟ دي زهره او روتس، بناخد يا اما الروت يا اما باخد الزهره واطلع منها ماده فعاله بوليساكرايد. بوليساكرايد ده اميونو ستيمولنت. يعني ايه اميونو ستيمولنت؟ يعني بيصحصح كده المناعه فيخليك يقيك يقلل اصابتك، يقلل امكانيه اصابتك بالكورونا، لانه بيعلي المناعه، فالمناعه تهاجم الكورونا اول ما تخش بكميات قليله. يبقى ليه بينيفيشال افكت؟ بناخد بقى الحاجات ديت، يا اما بناخد النبات ديت او الهربال ميديسن ده بياخد النبات، يا اما في هيئه يكون رو يا اما يكون بروسيست. ايه الفرق بين كلمه رو وبروسيست؟ هي ايه الفرق ما بين بلاند درايفد وبريباريشن؟ رو يعني باخد النبات خدته كده من الارض لسه جف، نفضته من التراب اللي عليه ودخلته الفرن جففته عشان نشيل اي ميه فيه. هنفهم ليه قدام ان شاء الله كمان كام حصه كده، بقول لك ليه بنجففه. تاني حاجه يكون بروسيست. يعني ايه بروسيست؟ يعني جبته نفضت التراب اللي عليه دخلته الفرن اشيل الميه اللي فيه وقمت طحنه عامله في هيئه باودر، ده كده عملت له بروسيس. قمت الباودر ده قمت واخده وعملته في سوليوشن بدوز معينه، اه يبقى انا كده عملت منه سيرب او عملت منه تابلت باديتيفز، يبقى عملت عليه بروسيسز ثانيه. فيبقى ايه؟ يا اما رو ديت اللي هي كلمه كرود، ممكن اقول كده كلمه كرود جنبها، او بروسيس يعني ملعوب فيه. طب ما تفهمني كده ايه فايده الدواء بالتفصيل في مراحل تكوين، ايه فايده النبات بالتفصيل في مراحل تكوين الدواء؟ قال لك اول حاجه النبات بيساعد على حاجه اسمها دراج ديسكفري. فاكرين لما قلت لك من شويه ان النبات دي ار كلو، مفتاح فور نيو ثيرابيوتيك ايجنت، لعلاجات جديده. اول لما بتزنق نروح فين؟ تروح فين يا سي عاطف؟ تروح فين يا سي عاطف؟ تروح للنباتات، هي اللي فيها الاكتف كونسيوت اللي ممكن الاقي فيها ايه؟ ممكن الاقي فيها علاج. اولا انت بسبب النبات دوت بتعمل ايدنتيفيكيشن للعلاج، يعني تاخد النبات تديه للمريض، لو المريض ده بدا يتحسن يبقى انت عملت ايدنتيفيكيشن ان النبات دوت فيه العلاج للمرض المعين دوت. ثم بعدها تبدا تعمل ايزوليشن. ايزوليشن لايه؟ للاكتف كونستيتوانت اللي جوه النبات اللي عالجت المرض دوت. ثم بعدها تبدا تعمل لها مانيبيوليشن او موديفيكيشن، تعدل فيها. قلنا عشان ايه؟ عشان حاجه من اثنين، يا اما ازود الافيكاسي، ازود الفاعليه، يا اما اقلل ايه؟ السايد افكتس. طيب اديني مثال. مثال اسمه الباكليتاكسل. ايه الباكليتاكسل دوت؟ الباكليتاكسل دوت اسمه الثاني التاكسول. طب ايه التاكسول برضو؟ بيعالج حاجه اسمها الاوفاريان والبريست واليوتيريان كانسر، يعني سرطان الاوفريز، البريست، الثدي، واليوترس، سرطان الايه؟ الرحم. كل دي حاجات خطيره جدا، كل دي حاجات خطيره جدا ممكن تقضي على امال الام انها تجيب بيبي. فقال لك اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان في نبته اسمها تاكسس بريفيفوليا. افتكرها كده ان التاكسس جايه من اسم الدواء باكلي تاكسل او التاكسول. وبريفيفوليا البنات كده تحب تقول لصاحبتها لو بعد الشر مثلا في واحده جالها بريست كانسر وعملت له اوفر كم عدته، فالبنات تقول لها ايه ده؟ انت ازاي بريف كده؟ بريف شجاعه، عشان ايه؟ تخطط البريست كانسر، فاسمها تكساس بريفيفوليا. تكساس بريفيفوليا لان التكساس بريفيفوليا دي جواها ماده فعاله اسمها الباكليتاكسل او التاكسول، وبتعالج دول. بس الفكره ان شجره التكساس بريفيفوليا، الشجره بتاعت التكساس بريفيفوليا بتطلع كميه قليله من التاكسول او الباكليتاكسل. قمنا عملنا ايه؟ قمنا جبنا شجره تانية اسمها تكساس باكاتا. ايه التكساس باكاتا ديت؟ قال لك التكساس باكاتا دي بتطلع كميه كبيره جدا 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 من حاجه اسمها التن داب. بغض النظر انت الكلام ده اللي انا بقوله دوت الحته دي مش عليك، تكساس باكاتا ده مش عليك، بس انا بشرح لك ايه الفكره. التاكسول اصلا متكون من جزئين، جزء امينو اسيد وجزء اسمه تن داب. طيب لقينا ان التكساس باكاتا بتطلع كميه كبيره من التن داب، على عكس ان التكساس بريفيفوليا، تكساس بريفيفوليا بتطلع كميه قليله منه. قمنا من التاكسول بشكل عام يعني. قمنا جبنا من التكساس باكاتا التن داب، ومن بره حطينا عليه الامينو اسيد المتبقي. اوبا، يبقى احنا استغلينا التكساس بريفيفوليا كبلانت ان هو يبقى دراج كانديديت. يعني ايه دراج كانديديت؟
حاجه مرشحه انها تبقى دواء، حاجه مرشحه انها تبقى دواء. وعرفنا ان التاكسس بريفوليا فيها التاكسول، والتاكسول مكون من امينو اسيد معين وتنداب. رحنا بصينا على سبيشيز ثانيه من التاكسس اسمها تاكسس باكاتي، دي واحده ثانيه، لقينا ان هي والله بتطلع كميه كبيره من التنداب، يبقى فاضل لها ايه؟ فاضل لها الامينو اسيد عشان تكون التاكسول. قمنا احنا خدنا التاكسس باكاتا كدراج كانديديت مرشح ان هو يبقى دواء يطلع لي الباكليتاكسل، وخدنا منها كميه كبيره من التنداب وحطينا عليها كميه كبيره من الامينو اسيد، قامت ادتنا كميه كبيره من التاكسول او الباكليتاكسل. التاكسول ده الاستراكشر بتاعه مجعلص قوي 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 قوي، فما نقدرش اصلا نصنعه سينثيتك. ومن هنا قلت لك ان اغلب ادويه الكانسر بتبقى ايه؟ بتبقى هربل، في الغالب جايه من اعشاب. شبه مين؟ شبه الباكلي تاكسل. يبقى اول حاجه بيساعدني على الدراج ديسكفري، النبته النباتات بتساعدني على الدراج ديسكفري. ليه؟ لان كل نباتات دي ار دراج كانديديت، مرشحه ان يبقى فيها اكتف كونستيتوانت، يبقى هي ممكن تعالج المرض المعين دوت ايا كان ايه هو. تاني حاجه ان الاعشاب بتساعد على في 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 مهمه الار ان دي. يعني ايه ار ان دي؟ ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني بيعملوا ريسيرش على نباتات معينه ويطوروها بحيث يزودوا الافيكاسي ويقللوا السايد افكت ويطلعوا لي دواء جديد. بس فكره الار ان دي اصلا دلوقتي بقت كوستلي. كوستلي يعني ايه؟ يعني هايلي اكسبنسيف. اكسبنسيف يعني غاليه قوي. عشان اطلع دواء، عشان اطلع دواء واحد ممكن اقعد مثلا 20 سنه بشتغل على نفس الدواء، وممكن في الاخر ما وصلش لحل، وبقى صرفت عليه بلايين، مش ملايين، بليونز اللي هي مليارات من الدولارات، ارقام مهوله. فاللي بيوفر علينا المليارات دي بنسبه كبيره هم مين؟ هم الادويه. بيقلل فكره ان انا بدفع كتير. ازاي؟ انت مثلا يا عم عندك دواء از ان انتي كونفالزنت، مش في النبات، انت بتخترع دواء انتي كونفالزنت. اختراعك للدواء الانتي كونفالزنت ده ايه اللي هيثبت ان الدواء اللي انت اخترعته ده انتي كون مضاد للصرع؟ مضاد للصرع انك لما تحقنه في فار، في فار اهو عنده صرع، لما تحقنه في فار، او خلينا نرسمه اهو عشان بس ايه متخيل كده اهو، ادي الفار اهو، الفار ده لو تحقنه فيه وهو عنده صرع، والفار ده عنده صرع وانت حقنت فيه انتي كونفالزنت، يقلل الصرع. طب انت هتجيب فار منين عنده صرع؟ هتجيبه انك تجيب فار عادي وتحقنه ماده، رقم واحد كده، تحقنه ماده اسمها استريكنين. الاستريكنين ده بناخده من نبته اسمها النكس، النكس فوميكا. النكس فوميكا فيها استريكنين، الاستريكنين اصلا كونفالسنت. بيعمل ايه؟ بيعمل انديوس للكونفالجن، يعني بيخلي الفار يجيله الصرع. اقوم انا اقوم حاطط له انتي كونفالسنت، الدواء اللي انا بقول عليه ان هو انتي كونفالسنت، رقم اتنين كده احط الدواء اللي انا لسه مخترعه. والله الدواء خفف الفار والكونفالجنز اللي صرع قل في الفار، والله يبقى يبقى انت الدواء بتاعك فعلا عنده تاثير انتي كونفالسنت. طب ما قلش والفار مات؟ فار للاسف، يعني للاسف. منظمه الصحه العالميه والرفق بالحيوان والحاجات ديت قالت لك هنحاول على قد ما نقدر نقلل شغلنا على الحيوانات، لان في الاول وفي الاخر هم ايه؟ هم روح. طيب بس في الاخر يعني بيشتغل عليهم. اخر حاجه ان الدواء دوت زي ما قلت لك ان هو يشتغل از دراج كانديديت، ممكن اقول عليه تمبلت او انسبيريشنال. يعني ايه؟ زي ما قلت لك انا بعمل ايدنتيفيكيشن ان الدواء دوت، ان النبته دي تقدر تعالج الدواء ده، وبعدها ابدا اعمل ايزوليشن للدواء دوت منين؟ للاكتف كونستيتوينت دي منين؟ من النبات. طيب ممكن بعد كده نعمل لها مانيبيوليشن. ايه بقى مانيبيوليشن ديت؟ معناها ان انا بجيب الدواء از تمبلت، او الـ او الـ 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 النبات ده از تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ يعني حاجه اقدر بعد كده اعدل عليها. حاجه مثلا والله الدواء دوت بيعمل التاثير المعين دوت، طب انا عايز اهو الدواء مثلا اكس، طب انا عايز الدواء اللي هو واي ده يعمل نفس التاثير بتاع اكس، اعمل ايه؟ اشوف والله الاكس ده في مجموعه كلورايد هنا، احط هنا برضو مجموعه كلورايد، في مجموعه هيدروكربون طويله هنا، احط هنا مجموعه هيدروكربون. فتلاقي في الاخر الجزء اللي بيقعد على الريسبتور هو هواه. فيبقى انا كده عملت ايه؟ عملت شبه تمبلت، استخدمت الدواء اكس كعينه اقلد بيها دواء تاني، اقلدها في دواء تاني اللي هو الدواء واي عشان يعمل نفس الافكت. ليه؟ لان مثلا الدواء اكس ده
ده دواء طبيعي من النبات. النبات ده ما بيطلعش كميه كبيره شبه التاكسول، ما بيتسجلش شبه مثلا التاكسس بريفوليا، ما بيطلعش كميه كبيره من التاكسول. فبضطر اني اعمل حاجه اسمها موديلنج. يعني ايه موديلنج؟ يعني اقلد الدواء اكس في دواء تاني، اعمله الدواء اكس اشتغل از موديل، نموذج اشتغل عشان اعمل حاجه شبهه. ليه؟ لان انا مش قادر اصنع كميه كبيره من الدواء، يعني اعمل ماس برودكشن للدواء ناتشرالي. بنفس فكره ان التاكسس بريفوليا ما بتطلعش كميه كبيره من ايه؟ من التاكسول. فقمت عملت موديفيكيشن او عملت استخدمت التاكسول از تمبلت او التاكسس بريفوليا از تمبلت، وخدت منها التنداب وحطيت على اللي هو بيطلع بكميه كبيره، وحطيت عليه امينو اسيد من عندي بكميه كبيره، قام مطلع لي كميه كبيره من التاكسول. دلوقتي قدرت اصنع ماس برودكشن، كميات كبيره، بس هل 100% ناتشرال؟ لا، مش 100% ناتشرال. فبنعمل حاجه اسمها بايو سينثيسيس، تصنيع بس تصنيع في نبات. البايو سينثيسيس دوت لحاجه تقريبا هيها الاولانيه سيميلر. تاني حاجة عملت موديفيكيشن، الموديفيكيشن ده مثلا بيزود البايو افيلابيليتي، بيزود وجود الدواء في الدم، فيفضل العلاج كمية أقل من العلاج تعمل نفس التأثير. بيزود الإفيكاسي، الفاعلية بتاعت الدواء. بيغير بيألتر في الفارماكوكاينيتكس. إيه الفارماكوكاينيتكس ديت؟ حوار كبير اسمه أدمي. إيه أدمي دوت؟ أو أدمت. أدمي absorption امتصاص الدواء، الدواء يمتص كويس من جسمي. distribution الدواء يتوزع كويس في جسمي في كل حته عشان يعالج كل حاجه. الام ميتابوليزم الدواء يتكسر كويس عشان ما يعمليش توكسيك دوز في جسمي. الاي اكسكريشن الدواء يطلع من جسمي ايه؟ من جسمي كويس. التي التوكسيسيتي بدرس هل الدواء ده ليه توكسيك افكت في جسمي ولا لا. فغير انا في الفارماكوكاينيتكس، اغير في الادمت ده عشان يبقى مناسب لجسم الانسان. نوت بس بسيطه، دلوقتي عمال تقول لي والله يا عم الحاج البلانت. طب هل كل الناس عندها الخبرات الكافيه انها تقول لك الدواء المعين ده يطلع بالدوز المعينه ديت لعلاج المرض المعين ده؟ لا، لازم تبقى عارف ان الدواء دوت. يقول لك ساعات كده في ناس تقول لك يا عم ده دواء عشبي، فكك، ده اي كلام، ده التاثير بتاعه كوكو خالص. ففكك يا عم، اي دواء عشبي يعني ايه كروته؟ يعني ملوش تاثير قوي. يقول لك لا، الدواء العشبي هتستعمله زيه بالظبط شبه الدواء الحقيقي، الدواء اللي انت بتطلعه من صيدليتك. ليه؟ لان الاثنين يا جماعه فيهم اكتف كونستيتوينت. فلازم تبقى عارف ان الاكتف كونستيتوينت بتاعه الدواء اللي في النبات دوت، لازم تبقى عارف ان ليها فارماكولوجي، بتعمل حاجات جوه جسمي، ليها استخدام، ليها اكتف كونستيتوينت. هل كل الناس بقى، هل كل الصيادله او هل كل الدكاتره البشري عارفين ان الهربال دراج دوت ليه فارماكولوجي ويوز واكتف كونستيتوينت وممكن يبقى ليه سايد افكتس كمان؟ في ناس عندها اعتقاد ان طالما الحاجه طبيعيه يبقى ملهاش اي سايد افكتس. الكلام ده غلط نهائي نهائي نهائيا غلط. ليها دوز وديوريشن. يقول لك خد حبه، لا، ما فيش حاجه اسمها خد حبه من الهربال ريميدي. حبه ديت انا ممكن الحبه دول يودوا الراجل الانعاش حرفيا. ستورج، ازاي اخزن الدواء الهربال بحيث ما يبوظش؟ خلي بالك، ده انت في ناس ممكن تاخد دواء هربال تبوظ لها الدواء الطبيعي اللي هي بتاخده، اللي هو دراج هرب انتر اكشن. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد بياخد دواء معين، الدواء المعين ده بيقلل الدهون، اتور فاست، بياخده دواء اسمه اتور. لو خدت معاه دواء تاني عشبي اسمه جوجول ده برضو بيقلل الدهون. فانت بتاخد اتور بيقلل الدهون والجوجول بيقلل الدهون، الاثنين يعملوا حاجه اسمها سينرجيزم، يقووا التاثير بتاع بعض. هتلاقي الراجل الدهون بتاعه قلت خالص لدرجه مقلقه. فيبقى في حاجه اسمها دراج هيرب انتر اكشن، يعني الهيرب بيتفاعل مع الدراج اللي انت بتاخده من بره. ده لا، ده بص، انت لو بتاخد عشبتين ممكن العشبه ديت تتفاعل مع العشبه ديت، يبقى في حاجه اسمها هيرب هيرب انتر اكشن. اخر حاجه، لازم اتاكد ان انت الماده الفعاله اللي انت جايبها لي ديت او الباودر او النبات اللي انت جايبه لي دوت هو النبات اللي انا عايزه. يبقى لازم اكون عارف ودارس مليون في المية طرق الاوثنتيكيشن والادلتريشن. اوثنتيكيشن يعني بتاكد، وادلتريشن اللي هي الغش. يعني زمان زمان كانوا لما يجوا يلموا اليانسون ده بياخدوه عشان كان ملطف للزور ومهدئ لاضطرابات المعده بالذات للاطفال في الجراي بوتر، في ماء غريب اللي لو تسمعوا عنه. لقوا ان هم بيلموا اليانسون بيروحوا يدوه للبيبي الصغيره تموت. ليه؟ لان هم كانوا بيلموا من غير ما يقصدوا معاه حاجه تانية اسمها الهيملوك، شبه اليانسون وبيطلع جنبه. الهيملوك ده توكسيك،
فده يعتبر adulteration، غش. انت انا طالب منك ينسون وانت جايب لي هملوك وادى الى الوفاه، فلازم ابقى عارف طرق الاوثنتيكيشن والادلتريشن. كده احنا خلصنا اتقل جزء في المحاضره، وهو جزء تقيل شويتين ثلاثه، وانا كنت بشرح الجزء ده في سنه خمسه صيدله اسكندريه. الدكتور جاي بيه من سنه خمسه صيدله اسكندريه، باي ذا واي دكتور محمد محي من اعظم الدكاتره اللي انا سمعت لهم واكثر الدكاتره الشاطرين اللي انا سمعت لهم فعلا، دكتوري واستاذي يعني انا اتعلمت منه كتير. هو كان بيشرح الجزء دوت في سنه خمسه صيدله اسكندريه، فانت لازم تكون عندك جنرال انفو كده عن الدكتور ممكن يفكر ازاي. فاضل لنا جزء صغنطط، همسح السبوره اشرح 10 دقائق ونبقى خلصنا حصتنا الاولانيه. نمسح السبوره، واللي عايز يصور السبوره يقدر يصورها وتقدر تذاكر منها دايركت على طول، وهتلاقي الكلام ده كله موجود في ورقنا الجميل، ورقنا اللي هناخده في الكورس في السنتر، ورق ملون وجميل وفيه ادويه، هنتكلم عن الادويه دي كمان في السنتر بالتفصيل كمان عشان عايز اطلع دماغكم في الاونلاين. هتلاقي الورق جميل ويفتح نفسك للمذاكره. لو الورق ده ما فتحش نفسك للمذاكره تقدر تذاكر من السبوره، السبوره فيها كل كلمه كمان ان شاء الله. صوروا السبوره يا شباب، خدوا سكرين شوت بالتوفيق. نيجي بقى يا شباب للكلام اللي انتوا بتحبوه، اللي كنا خدنا انترودكشن عنه الترم الاولاني في السيل بيولوجي، الا وهي البلانت سيل. عايزك تكون عارف البارتس اوف ذا بلانت سيل واحده واحده كده، هنتكلم عنه بالتفصيل. الخليه النباتيه اول حاجه من بره عندها حاجه اسمها السيل وول، الجدار الخلوي. تحت السيل وول ده بيبقى في حاجه اسمها سيل ميمبرين. عايزك تكون عارف ان اي خليه في الدنيا او اي خليه نباتيه في الدنيا عباره عن بوكس خشب. البوكس الخشب ده جواه كيسه، الكيسه دي جواها ميه، الميه عايم فيها سمك. تخيل معايا كده، البوكس الخشب اللي من بره هو مين؟ هو السيل وول، لانه خشب من السليلوز. جواه كيسه، الكيسه دي اللي هي السيل ميمبرين، او ساعات بيقولوا عليها البلازما، بلازما ميمبرين، او يقولوا عليه البلازما لما، ده اسمه قديم، اسمه لانه لامم كل حاجه جواه. ايا كان، سيل ميمبرين، بلازما ميمبرين، بلازما لما، هو عباره عن الغشاء الخلوي مش الجدار الخلوي. وجواهم كل اللي جوه البلازما ميمبرين دوت اللي هي الميه والسمك مع بعض اسمهم بروتوبلاست او بروتوبلازم، هيها بروتوبلاست او بروتوبلازم. طب البروتوبلاست او البروتوبلازم دوت بيتكون من ايه؟ مبدئيا بيكون من كوره كبيره كده اسمها نيوكليوس، بيحوط بيها نيوكليير ميمبرين وجواها نيوكليير ساب او نيوكليوبلازم، وهنا في نيوكليولس. ايه منيش الكلام ده كله؟ النيوكليوس دي ومعاها كل الاورجانيلز التانيين. طب ما تديني مثال على الاورجانيلز التانيين. اولا الاندوبلازميك ريتيكولم، ثانيا الجولجي اباريتس الجهاز جولجي، ثالثا الرايبوسومز، رابعا الفاكيول، خامسا الميتوكوندريا الباور هاوس، سادسا اللي هي ديت اسمها اللايزوزومز، حاجات بتهضم، ما علينا. اخيرا بقى اللي هي ديت الصغنططه دي اللي هي اللي احنا رسمينها هنا على كبير، دي مين دي؟ اللي احنا عرفناها في السيل بيولوجي بالتفصيل كان اسمها الكلوروبلاست، او يتقال عليها الجرين بلاستيد، البلاستيده الايه؟ الخضراء. طب هل كده بس؟ ده كده الاورجانيلز. البروتوبلاست بيتكون من نيوكليوس والاورجانيلز ومعاهم الميه بقى اللي عايم فيها كل ده. الميه اللي عايم فيها كل ده اسمها ايه؟ اسمها السيتوبلازم، البلازما بتاعت السيتو. ايه السيتو دي؟ يعني خليه. طيب يا شباب بعد اذنكم كده عايزك تكون عارف الفرق بين كلمه سيتوبلازم، بين كلمه بروتوبلازم او بروتوبلاست، بين كلمه سيتوسول. ايه طيب السيتوسول دوت؟ سيتوسول دوت معناه هي الكلمة التانية يعني للسيتوبلازم، سيتوسول. طيب يبقى انا كده بالخلاصة البلانت سيل عبارة عن سيل ممبرين، سيل وول اسف، من بره ومعاها بلازما ممبرين او سيل ممبرين الكيسة اللي جوه، ومعاها كل اللي جوه الكيسة اسمه البروتوبلاست. البروتوبلاست ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن العضيات الاورجانيلز والمية اللي عايمة فيهم. ايه الاورجانيلز؟ سواء كانت نيوكليس او اي اورجانيل، والمية اللي عايم فيها اللي هي السيتوبلازم او السيتوسول اللي بيمثل تقريبا 80% من المية بتاعت الخلية. مين الحاجة المميزة قوي 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 اللي تفرق البلانت سيل عن الانيمال سيل؟ اكيد السيل وول. الشجرة اللي هي واقفة على حيلها ما بتتهزش زي كده يمين وشمال. انا ما عنديش سيل وول فطري فاقدر اتحرك يمين وشمال، الشجره واقفه على حيلها عشان عندها السيل وول
موقفها كده على حيلها، وحاجه ناشفه بيديها الشيب بتاع الخليه بتاعتها. طب تاني حاجه مميزه في البلانت سيل عن الانيمال سيل، حاجه اسمها الفاكيول. الفاكيول بتاعت البلانت سيل بتبقى كبيره قوي، عن الانيمال سيل بتبقى صغنططه. واخر حاجه طبعا الكلوروبلاست بتاعت الفوتوسينثيسيس. تعال الاول نتكلم عن الفاكيول. الفاكيول هي جواها عباره عن ميه، طب ما براها برضو عباره عن ميه، ايه اللي يفصل الميه اللي جواها عن الميه اللي براها؟ الميه اللي براها اللي هي السيتوبلازم، الميه اللي جواها برضو يعتبر جزء من السيتوبلازم، بس اسمها السيل ساب. الميه اللي جواها اسمها السيل ساب، عصاره الخليه، عشان كده يقول لك ان دي اسمها الفجوه العصاريه، سيل ساب. السيل ساب دوت تقريبا بيمثل 80 ل 90% من الفوليوم بتاع الخليه، بس انا رسمه صغنطط بس. السيل ساب ده حواليه ممبرين قلنا بيفرقوا عن السيتوبلازم. الممبرين بتاع الخليه كلها اسمه سيل ممبرين، الممبرين بتاع الفاكيول اسمه تونو بلاست. تونو بلاست. السيل ساب بقى الميه اللي جوه الفاكيول دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من مواد مغذيه زي الووتر، الان اورجانيك ايونز، السكر، سكريات، شويه انزيمات عشان تهضم كل اللي فات ده، الانزيمز دي عشان تهضم كل اللي فات. وغير كده جواها حاجه مهمه قوي ما سمعناش عنها قبل كده، اسمها السكندري ميتابولايتس. السكندري ميتابولايتس ديت، بص كده هكتب لك كلمه كده ليك للزمن كمان، هيها كلمه اكتف كونستيتوت. يعني المواد الفعاله بتاعت النبات بتبقى موجوده في شكل حاجه اسمها سكندري ميتابولايت. هم مين دول؟ هنتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل. حاجه اسمها، اكتبها زياده عندك كده، الكالويد فولاتايل اويل. تعال نكتبها بالتفصيل عشان بس الناس عايز تكتب. فولاتايل اويل، زيوت طياره، جلايكوزايدز وتانينز. دول مين دول؟ دول المواد الفعاله. وهتلاقي كريستالات كده، الكريستالات يا اما كريستالات بالطول بنسميها رافايدز، او كريستالات كده شبه الكوره او شبه النجمه زي ما انا رسمها كده بنسميها كالسيوم اوكساليت. اهي كالسيوم اوكساليت كلاستر، وفي كمان كالسيوم اوكساليت ثاني. كالسيوم اوكساليت ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن البيبي بتاع الخليه، الويست. مش هتصحى الصبح انت من النوم تلاقي الشجره عامله بيبي جنبها، امال الشجره بتتخلص من الويست بتاعتها ازاي؟ تخلص من الويست بتاعتها في الفاكيول. والله الـ 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 النبات دوت او الخليه النباتيه دي احتاجت البيبي ده بتاعها بعد كده عشان تاخد منه طاقه، هتهضمه وتاخد منه طاقه، طب ما احتاجتوش تهضمه وترميه بره الخليه. يبقى هدفها الاساسي ان هي يبقى جواها النيوترينتس. طب وهدفها الثانوي؟ احنا عندنا السيل وول بيدي للخليه بتاعتها الخليه النباتيه الشكل. طب مين اللي بيزق السيل وول ده عشان يفضل واخد شكله المعين دوت؟ هي الفاكيول، لان عندها حاجه اسمها تيرجر بريشر او تيرجر بريشر. تيرجر جاي من كلمه تيرجيديتي. يعني ايه تيرجيديتي؟ انتفاخ الخليه. كل ما ده يبقى مليان كل ما الخليه تبقى منفوخه. عشان كده لما يقول لك الخيارات تسيبها في الثلاجه مده طويله تتكش، بتكش ليه؟ لان كميه السيل ساب بتقل، فالخليه بتاعت النبات بتصغر، ما بتبقاش ترجد، ما بتبقاش منفوخه كده. طيب نختم بقى اخر حاجه كنا خلاص اتكلمنا عنها، اصلا كلكم عارفين المعلومات اللي انا هقولها ديت بتاعت الكلوروبلاست والجرين بلاستيد، اللي هي الجرين بلاستيد. هي بتتكون من اتنين ممبرين، اوتر ممبرين وانر ممبرين، وما بينهم الاكس ديت حاجه اسمها انتر ممبرين سبيس، الفراغ اللي ما بين اتنين ممبرينز. طيب جوه في ميه، الميه ديت اسمها ايه؟ اسمها الستروما، وجواها جنيهات فضه فوق بعضها. الجنيه الفضه الواحد اسمه الثايلاكويد، وليه ممبرين يحيط بيه. عرفنا الممبرين ده الترم اللي فات ان هو مسؤول عن الفوتوسنتز. الثايلاكويد دوت جروب منه، ده كده كله على بعضه، كل الجروب ده على بعضه اسمه جرانم، جمعها جرانا، يعني ده جرانم وده جرانم والاثنين مع بعض اسمهم جرانا. غير كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه رايبوسوم، اللي هو مسؤول عن تصنيع البروتين، البروتين سنتز. طب ده مين ده؟ ده دي ان ايه؟ اوبا غريبه ديت. الدي ان ايه دوت مع الريبوسوم ده الاثنين مع بعض يعملوا لي بروتين سينثيز.
خليك عارف كده معلومه ليك، ان الحاجه اللي تقدر تعمل بروتين سنتس لوحدها بدون الخليه ما تعمل بروتين سنتس دي، تقدر تقول عليها ان هي تقدر تعيش لوحدها. يعني ممكن الدي ان ايه ده بعد كده يتحول من دي ان واحد يعمل ريبليكيشن تضاعف ويتحول لاثنين دي ان ايه. الريبوسوم ده تقعد مع الدي ان ايه دوت اللي هو هيطلع ام ار ان ايه، يبقى الريبوسوم تقعد مع الام ار ان ايه وتعمل بروتين سنتز. فدي بنعتبرها كده كانها كانت زمان خليه، كان يعني علماء التطور بس هم اللي بيفكروا كده، يقول لك دي كانت زمان خليه، والخليه ديت بعد كده قامت دخلت جوه خليه النبات. كانوا فاكرينها شبه البكتيريا عايشه لوحدها لان عندها دي ان ايه وعندها ريبوسومز، بس مع الوقت دخلت جوه النبات ولقيت خليه النبات او الخليه بتاعت النبات دي خليه ايه عجباها تقدر تعيش جواها. قال لك ايه؟ قال لك يبقى هي كانت خليه عايشه لوحدها ودخلت جوه النبات استقرت فيه. بس الكلام ده طبعا غلط، يعني غلط، يعني اكتشفنا بعد كده ان هو كلام كانوا بس هم ايه كانوا بيتصوروا تصور مش اكتر، دي كانت مجرد ثيري. يعني يبقى الخلاصه بتاعت الموضوع دوت ان احنا لازم نكون عارفين البورتس بتاعت الكلوروبلاست، البورتس بتاعت البورت والفانكشن بتاعت كل واحده فيهم، دي مسؤوله عن البرو اسف الفوتو سينثيز البناء الضوئي، ودي مسؤوله عن النيوتريشن. يعني ايه نيوتريشن؟ يعني الغذاء بسبب المواد اللي جواها، مسؤول عن التيرجر بريشر. يعني ايه التيرجر بريشر؟ يعني تفضل نفخها كده. يبقى احنا خلصنا الحصه الاولى اللي هي المحاضره الاولى في الكليه، اتمنى اكون سهلت عليكم الدنيا شويه. اللي عنده اي سؤال يكلمني، احنا مواعيدنا في الكورس ان شاء الله هتنزل الاسبوع اللي جاي، عايزكم كلكم بقى سواء بقى هتحضر في الكورس في السنتر او هتحضروا اونلاين، ارجوك تكلم استاذ عز السكرتاريه، هسيب لك رقمه في الديسكربشن ورقمي انا كمان، وتقدر تكلمني انا على الواتساب وانا هوصلك باستاذ عز عشان تحجز الاونلاين، او لو هتحضر في السنتر تقدر تحضر على طول في السنتر بدون اي حجز. بالتوفيق يا شباب، واللي عنده اي سؤال يقدر يكلمني في اي وقت. مبسوط ان انا اتعرفت عليكم.